السيد المالكي كان الداعم الأساسي للسيد محمود المشهداني. الرجل رفض كل المطالب اللي كانت تطرح بين فترة وأخرى، وأوضح حتى في كلام السيد الحلبوسي في لقاء الأخير على قناة العهد عندما تكلم وقال أن أحد النائبات بدأت تبكي في الاجتماع، أنه شلون وإحنا، وقالها الرجل، قال محمود المشهداني لم يكن خيارنا. لكن الرجل وصل إلى حقيقة أنه ما ممكن أنه يطرح أي مرشح، وبالتالي ليس أمامه سوى طرح الدكتور محمود المشهداني لأنه أهون من السيد سالم العيساوي. هناك دعم متواصل من السيد المالكي، وعلاقة السيد المشهداني قوية بزعيم ائتلاف دولة القانون، وهذا ما وصل. شوف الكتل السنية فشلت في طروحاتها، يعني اللي ما كانت لديهم تفاهمات مع دولة القانون، وهذا واقع حال دولة القانون والإطار التنسيقي بصورة عامة، هم أغلبية عددية داخل مجلس النواب. الأخوة في تقدم فشلوا في تسويق الشيخ شعلان الكريم، الأخوة في السيادة فشلوا أيضا في تسويق السيد سالم العيساوي حتى اللحظة الأخيرة، وبالتالي اللي نجح بالخيار هو الشخص المدعوم من ائتلاف دولة القانون.